لقدرات الجماعة حتى مستقبلا إلى غاية 2021 إن شاء الله. ملي كتحس التجربة ديال التزيز تيرا تبيد تيرا تبيد وكان حتى تبيد ماني ضيعة تغطيها الرباط ولا الدار البيضاء سيدي وسي راه ضيعة. باسم جماعة سيدي وسي كرئيس المجلس هذا اللقاء هذا ماشي دار بانه لقاء تواصلي مع الساكنه ديال جامعه سيدي وسي بانه حطينا لهم واحد الحاصله ديال جميع المشاريع اللي استحقت الانجازات اللي دارت الجامعه حطينا الساكنه البرنامج اللي هو كملناه والوعود اللي كنا عطيناهم قبل الانتخابات حطيناهم الحاصله كلها بانه كاع جميع الوعود دارت المشاريع داروا وباقي عندنا الحمد لله 4 سنين قلنا لهم راه عطيونا المشاريع الاضافيه باقي اللي كاينه عندكم باش ما نجلسوش هذه المده 4 سنين اللي كاينه. هذه النقطه اللي هي اساسيه ديال هذا الاجتماع التفتيشيه ديال وزاره الداخليه. هذا الشيء شان عادي جدا بانه احنا الحمد لله ما عندناش اختلاسات. كاين بعض التدابير اللي هي فعلا هذه خاصك ديرها هذه ما ديرها لانه تنصلحوا لقدام وشكل عادي جدا ما كاين حتى شي حاجه اللي هي فيها شي اختلاس اللي هي حاجه سميتو الحمد لله راه ما كاين حتى شي اختلاس. وبعد المشاريع اللي هي ديال التتبع ديال الميزانيه التشاركيه داروا لها زياره ميدانيه طلبوا فيها بعض التوضيحات راه عطاونا التقرير جاوبنا على التقرير بانه مسائل عاديه جدا انه رئاسه المجلس اجابت على جميع النقط التي خدينا عند المفتشيه ديال الداخليه. ان شاء الله يمكن هذه نشروا كاع التقرير والجواب ديالها بلاتي تتفوت واحد المده اللي هي عندها اجال وممكن هذه نشروها باش يطلع عليها اي واحد باش نحيدوا المغالطات اللي كاينه عند السكان.